بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه عندنا هنا السيرفو تاع الفران، هذا اللي ما يعرفش السيرفو، هذا السيرفو تاع الفران اللي هو مخلي تنزل انت برجلك على المكان هذا، هو يخرج اكس، يخرج من هنا، هذه الاكس هذه يخرج من هنا يدز مضخة الفرامل بومب تاع الفران باش انت تشد الفران. هذه تو باش نفكها من بعضها ونوريكم المحتوى اللي فيه شنو. هذا احنا عندنا سيرفو قديم، حبيت نعمل عليه فيديو باش ما في شيء، نجيو هذوما نجيو كلاب كما هذا ونحلو، نجيبو هنا نجيبو هنا توني فيس ونكملو نحلو هذوما كلهم. نمشي توا غادي على الطاولة باش نشوفوه في عين المكان. توا يعني بعد ما فكينا هذوما الروس هذوما نرجعو نجيبو توني فيس ونحلو لأن في لأنه في وسطو روسورو. هذا الانصول اللي تنطر اللي هو يجي هنا، والا تلقى هنا بالعكس، تلقى موجوده هنا كيف كيف، حط عليها هنا الرسول والعكس هنا كيف كيف موجوده يعني من جهتين. تلقى هذه شنو اللي موجود فيه؟ طبعا السيرفو هنا موجود فيه شكاره، هذه اللي تدز البيستون، اللي تدز اسمه مضخه الفرامل، هذه تجي هنا في المكان هذا. شنو نلقاو فيه؟ نلقاو فيه شكاره، شكاره هذه الشكاره اللي هي تخدم السيرفو. هذه الشكر، هذه كنا زمان وقت كانوا كنا نصلحوهم السيرفوات، هذه يتباع، هذه الشكر هذه تتباع وتباع معها الفراويل الجينة. هذه الأغلبية اللي تعمل حسك تسمعوه تش يبدا يوشوش، هي الفراويل هذه، هي الجوان سبي هذه، هذه الفراويل هذه اللي تفسد فيه الأغلبية. الشكر هذه ما تفسدش، هذه الشكر هذه هي اللي تفسد يعني ما يصير لها حتى شيء. هذه شنو عملوا احنا وقت كنا نركبوها؟ نبخوها بالكتالك، يعني هيك الغبره نتاع الصغار اللي باش تقعد ديما طريه كيما الفرينه، اما كيما الدقيق، حاجه كيما الدقيق هيك، نعملوها ندهنوها بها ونركبوها. اما المشكل وين هو؟ المشكل في المكان هذايا، هذايا عندنا بارويل هنا اللي هي هذه باش نركبها من المقلوب هنا توا، هذه تولي تتنفس، هي اساسا تركب هيك. شفتوها؟ هذه تولي تتنفس، كي تولي تتنفس هنا تولي تسمع كتوشويش في وسط السيارة، عندك من السيارة توشويش في وسط السيارة، وهذا يسبب في التوشويش، هذا يسبب في عدم يعني المحرك يولي ما عادش مستقر، عدم استقرار المحرك. يعني إذا كان يتنفس من هنا، قطعة تتنفس من هنا، يولي المحرك ما عادش يشد رانتي، ما عادش يوقف، ما عادش يمشي، يولي يمشي تروى سيلندر احيانا، يعني يسبب في عده مشاكل. هذا كي يبدا يتنفس من هنا يولي الفرانز، هذا يولي كاسح كي الحزره، يولي يتنفس من هنا، يولي ما عادش ينجم مولا السياره يتحكم في الفران، يعني يولي كاسح. هذه الحاجات اللي ينجم يعملها السيرفو، وهذه يقطع اللي فيه هو، يعني في شيء سهل عموره بسيطه ما عنده حتى شيء. انا فيها الشكاره هذيك قطعه عاديه، والقطعتين هذوما اللي هما الرسور والواحد، هذا اللي فيه وسط السيرفو. شنو هو اللي خدم السيرفو هذا؟ الجلد هذه كيفاش تولي تخدم وتولي يعني طريه؟ انا حاجه اسمها بومبافيد، يعني مضخه تفريغ الهواء. هذه يجي فيها هنا، تدخل هذه هنا في المكان هذا وتجي هنا هكا قطعتين، اللي هي قطعه نتاع الهواء هذه والسيرفو. هنا يدخل الهواء، يسبيري الهواء من القطعه هذه باش انت وقت تشد فرامل تنزل فرامل، هو يعاون. هذه كيف تنزل عليها، تنزل وحدها، شفتوها هذه هنا نزل، مثلا كاني انا نازل على الفرامل، شفتوها كاني نازل على الفرامل، شفتوها هكا تخدم بالطريقه هذيك. والرسول هذا يرجح، وهذه اللي باش تدز المضخه اللي هي نتاع الفرام، تخدم هكا هي، شفتوها. هذا الفرامل كيفاش تخدم في وسط السيرفو، انت تنزل عليها برجلك وهي تعمل هكا في نفس الحاله، بعد ما يعاونها الهواء هذايا نتاع المضخ، بعد ما يعاونها الهواء نتاع المضخ هذا. فما مضخه من النوع هذا، وفما مضخه من النوع هذا اللي هي هذه مضخه تخدم مضخه بنزين، مضخه ديزل يعني، ومضخه هواء في نفس الوقت، يعني موجوده في الفولكس فاجن، هذه تخدم خدمتين، هذه تخدم كان هواء فقط، تسبيري الهواء يعني تشفط الهواء، وهذه تشفط الهواء وتشفط المازوت. الزوز عندها زوز اماكن للمازوت ومكان للهواء، هذه تخدم حاجتين.
والا في البنزينه، في البنزينه تلقى عندك ديما ديريت نتاع السيرفو اللي هو هذا اللي بياخذوا منه الهواء للسيرفو اللي هو يركب هنا، هذا يركب هنا باش يمشي الهواء للسيرفو باش يسبيري السيرفو باش يشفط الهواء، هذا في البنزينه نوع هذا في البنزينه. عندنا هنا في البنزينه تلقى فيه ديما ما تلقاش فيه بومبا فيت، لان البنزينه ما يجيش فيه بومبا فيت لان هو نفسه يخدم بالشفط، انما بما ان الديزل يخدم بالضغط يحتاج الى قطعه هذه المضخه اللي تشفط الهواء، هذا الفرق ما بينها في الواحد. هذا اللي بالنسبه للسيرفو عطيتكم عليه فكره، البامبا فيد اللي هي يعني نسموها مضخه هواء او مضخه سحب هواء، لان هذه اللي تعطي هذه اللي تسحب الهواء من السيرفو. يعني في العاده السيرفو يعني يمشي بالشفط ما يمشيش بالنفخ، نسموها بامبا فيد يعني مضخه تفريغ، مضخة تفريغ هواء، أو يعني باللغة العامية سموها مضخة هواء، أما هي مضخة تفريغ هواء. هذه موجودة في كل أنواع السيارات الديزل، لابد من المضخة هذه في جميع أنواع سيارات الديزل، أما موجودة في المحرك أو موجودة في المولد اللي هو الانترناتير اللي هو الدينامو، أو موجودة في الكلاس يعني، أو موجودة جنب يعني، لابد أي محرك ديزل تلقى فيه البومبا فيد هذه أو مضخة تفريغ الهواء. هذه باش يفكوها قدامكم، فقط باش يعني نوريكم يعني كيفاش نفكوها وكيفاش نعاودو نركبوها، يعني مش أكثر يعني هي لبس عليها هذه، إنما حبيت نعمل عليها فيديو لأن فما سؤالات عليها باش الناس تعرف تتعلم شنو هو اللي يلزمني. يا شيء سهلة نجدوها، ما فيها حتى شيء، فيها حتى صعوبة. نلقاو فيها هنا، نلقاو فيها هنا جوان تريك اللي هو كاوتش، هذايا سموه جوان تريك او وهنا نلقاو الاربكام، هنا شفتوا الاربكام، هذايا الاربكام، هذايا الحرف هذايا يدخل في الاربكام باش يدور، هذيا باش كي يدورها تشفط هي في اتجاه دوران المحرك مثلا كيما هذه تدور لهنا، فهمتي؟ هذه كيف تدور تشفط، لازم سمعتوها؟ تشفط، كي تشفط وقتها هي تجهز في الشفطان الهواء للسيرفو، باش كي انت تدوس على الفرامل هي تشفط السيرفو، الا من فما جلده في السيرفو تشفطها، يشفطها الهواء نتاع المضخه هذه. هي عندنا هنا لازمها تخدم بالزيت، هنا يجيها الزيت تدخل لداخل زيت بالزيت، وتعاود الزيت يرجع في مع الاربكام هنا يرجع للخزان، يعني الزيت يدخل من هنا وعاود يخرج من هنا وهكاك لين تزيت هي كلها، يدخل هنا بالضغط ويخرج بالعادي من غير ضغط، انما من فوق وقت اللي تضغط المضخ. طبعا في الترجيع نفس الشيء زي ما فكيناها نرجعوها، ما تحتاجش هي هنا لان فيها كوتش وقت ما تحتاجش يعني كور، حتى كان باش تعمل كل ما تعملش كل برشا، تعمل كل خفيف. عندنا هنا نشوفوا فيه فلتر لازم يكون نظيف، هذاك الفلتر شفتوه، هذاك يعني كان فما سخف الزيت ما يخليش يتعدى المضخه باش فما ثقوب صغار باش ما يسكرهمش. هذه نمسحوها هكا مليح ونمسحوا الجوان نتاعها مليح، اذا كان فما جوان جديد باش نبدلوه نبدلوه، وخاطر ما نعملولهاش كول، ما لازمش نعملوها كول، لأنك عملها كول يولي يعمل كوش هنا علو، يولي الأوزان هذوما يتكسروا، ولهذا ما نعملهاش كول، نعملها جوانت جدد ونمسحوهم بالزيت ونخلوهم من غير ما نخلقوهم، وما فيها شيء، ندوروها هكا، يعني ندوروها هذي ونحطوها مكانها، ما تجيش إلا صحيحة في المكان نتاعها. شوفوا الاتجاه بالضبط، نشوفوا العلو بالضبط.
كان جات مكانها تدخل وحدها سهل فيها شيء، ونعاودوا نركبوا بنيناتنا. الربط يكون عادي، المفروض يكون مفتاح ديناموميتريك اللي هو مفتاح كيلو، بما ان احنا ما عندناش نكون الربط عادي ما نطوش عليها باش ما نقطعوهمش. هذه بالنسبه للبومبافيت هذه نتاع المحرك هذايا، ان شاء الله تنفعكم حركه هكا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.